نعم، يعني لا زالت الغارات الإسرائيلية متواصلة على جنوب قطاع غزة. في صباح هذا اليوم كانت هناك غارة على منزل لعائلة طموس في منطقة المخيم الغربي، تحديدا في منطقة حي المجادلة. هذا القصف الإسرائيلي أدى إلى استشهاد 13 مواطنا وإصابة نحو 30 آخرين بجروح جراء الاستهداف لهذا المنزل الذي أدى إلى تدميره وتدمير عدد من المنازل المحيطة بهذا المنزل. معظم الضحايا الذين والشهداء الذين وصلوا إلى مجمع ناصر الطبي هم من المدنيين، من الأطفال والنساء والأطفال الصغار الرضع الذين استشهدوا بفعل هذه الغارة الإسرائيلية. تلا ذلك عدة غارات إسرائيلية على منطقة شرق خان يونس، تحديدا شرق القرارة وشرق بلدة بني سهيلة، حيث أغارت الطائرات الحربية الإسرائيلية على تلك المناطق الحدودية، بالإضافة إلى تجدد القصف المدفعي في تلك المناطق. أما في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة فقد أغارت قبل قليل الطائرات الحربية الإسرائيلية على أحد الأهداف في منطقة، تحديدا ربما تكون في حي الجنينة وشرق مدينة رفح. كان هناك انفجار كبير وضخم في هذه المنطقة، لكن حتى اللحظة لم تردنا أنباء عن وقوع ضحايا أو شهداء جراء هذه الغارة الإسرائيلية الكبيرة، حيث أفاد يعني فدنا بأن هناك صوت انفجار كبير نتج عن هذه الغارة الإسرائيلية. بالطبع سيارات الإسعاف والدفاع المدني هرعت إلى المكان لانتشال الضحايا والمصابين من أماكن الاستهداف في رفح. الطيران الحربي الإسرائيلي في محافظات قطاع غزة وتحديدا في الجنوب لا تزال تحلق بصورة كبيرة، وكثفت من تحليقها في الساعة الأخيرة، بالإضافة إلى تحليق طائرات الاستطلاع الإسرائيلي، مما ينذر بتجدد عمليات القصف المتواصلة. أيضا في منطقة المغازي وفي وسط قطاع غزة هناك عدة غارات إسرائيلية، بالإضافة إلى غارات إسرائيلية على كافة محافظات قطاع غزة في الشمال وفي مدينة غزة وفي عدد من المناطق، حيث سقط العديد من الشهداء والجرحى. الأوضاع هنا في خان يونس وفي رفح جنوبي القطاع هي أوضاع متدهورة على كافة الصعد الإنسانية، لا سيما الأوضاع الصحية والطبية، بالإضافة إلى الأوضاع المعيشية للسكان، خاصة في استمرار عمليات نقص المياه والدواء والمستلزمات والمستهلكات الطبية، بالإضافة إلى عدم وجود يعني دعم حقيقي للنازحين. لأكثر من نصف مليون نازح نزحوا من منازلهم بسبب عمليات القصف الإسرائيلي. الأوضاع هؤلاء الناس أوضاع مأساوية، أوضاع صعبة، في ظل عدم وجود ممر آمن يوفر من خلاله يعني من خلاله إمدادات للسكان القطاع، خاصة فيما يتعلق بالأدوية وأيضا بالمياه التي يوجد بها نقص كبير. لا زال الناس يعني يستخدمون المياه الغير صالحة للشرب حقيقة، حتى هنا في مجمع ناصر الطبي الناس تشرب مياه غير صالحة للشرب، وبالكاد الناس تحصل على المياه. لا زالت هذه الأزمة هي يعني سيدة الموقف وتسيطر بشكل كبير على الأوضاع الإنسانية، بالإضافة إلى عدم وجود مواد تموينية حقيقة للنازحين الذين يعني تعج بهم مراكز اللواء التابعة للأونروا، والتي يعني لم يعد يتوفر أو يتم تقديم الخدمات إلا الجزء اليسير من هؤلاء السكان. الناس بدأت يعني بعض الناس بدأوا يقدموا أشياء رمزية وبسيطة لهؤلاء النازحين حتى يستطيعوا يعني العيش ويستطيعوا الاستمرار في هذه الحياة الصعبة والقاسية في ظل عمليات القصف وفي ظل تدهور كافة الأوضاع الإنسانية. القصف أيضا لا زال حتى اللحظة مستمر على الأجزاء الشرقية من خان يونس، تحديدا بلدة بني سهيلة، بلدة عبسان، خزاعة، شرق القرارة، بالإضافة إلى المناطق الواصلة ما بين رفح وخان يونس، حيث يعني تسمع بين الفنية والأخرى عدد من الغارات أو القصف المدفعي على هذه المناطق. الغارة الأكثر دموية حقيقة يعني منذ يوم أمس مساء أمس وحتى هذه اللحظة هي الغارة التي استهدفت منزل عائلة طموس يعني كما ذكرنا في حي المجادلة، والتي أدت إلى استشهاد عدد 13 مواطنا، فيما لا يزال الدفاع المدني والإسعافات والمواطنون سكان الحي يبحثون تحت الأنقاض عن عدد من المفقودين. الناس هنا في خان يونس بدأوا منذ ساعات الصباح قبل قليل بتشييع جثمين بعض الشهداء الذين سقطوا جراء الغارات
الإسرائيلية في الأيام الماضية وصباح هذا اليوم، وفي ظل نعم يعني وضع إنساني صعب وكارثي.